نتائج تقرير التنافسية العالمية 2015-2016 والتي أصدرها المنتدى الاقتصادي والعالمي بسويسرا اليوم عن تقدم مصر من المرتبة 119 العام الماضي إلى المرتبة 116 في تصنيف هذا العام متقدمة بثلاثة مراكز. واعتبر التقرير أن تحسن الأوضاع الأمنية في مصر ساهم في تقدم ترتيبها التنافسي هذا العام. ويعد التقرير بمثابة عملية تقييم سنوية للعوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية والازدهار في اقتصاد أكثر من 140 دولة حول العالم.